جعلها بحالك وارد سبع مطارد يطلع ثاني عروض سكين يعني. ما تحلنا باص هالجوم في ناس على يمين قدامي واحد نوك لا اله الا الله جاك الدعم جاك معك يا عين موت واحد ابيض 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 هذا ابيض روح أنا قاعد بعين لكم حد يقرب واحد نوك هذا هذا يا هذا 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 سدينا احمد يا اخوان انا بطلع كم خيار مكسور شيء الدوح فيه صح شو هذا غرض جدار لا والله البقتل صح خرب بيت
واحد واحد طبعاً هو ده هذا ون هذا هاي نق 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 نعزون من حرامين تبنتي نزل كذا بس ثواني بالله بكاكس 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 هديله وينه 80 ازرق كسر شيلد يعني وينه هو والله من عارف طلع انا والله كنت اشيل بكاكس ولا تشيلوا عادي موتوه في الزون وقفوا شوي حاولوا قد ما تقدر طيور خلنا احنا طب هو يمرق عليه بده يشيله بالبمب مدلع رايح يلا مصير بس وقت يا لا هو هاي تبطل كثير لا 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 مرحبا شباب يرجع واسع جولة كثير عصيب. طيب يا ابني العب زون. طيرتنا انا فهمت. اكسر شيلد. كيكس مش كيكس مش كيكس. ثواني على الزون بنقول احنا موته في الزون. بعدين معاه أبن ليت ألف مرة طيرنا على الزون أنا والله مو أنا والله بوعي